هذه مناسبة لتخليد الذكرى العاشرة لوفاة المرحوم. المرحوم راه معروف بأنه مناضل ومقاوم ومجاهد في من أجل هذا الوطن اللي ضحى بالغالي والنفيس باش هذه البلاد تعرف الحرية والديمقراطية والكرامة. هذه مناسبة بالخصوص كذلك باش ندير واحد تكريم خاص بالناس اللي دعموا دوليا العائلة ودعموا الحركة الحقوقية. راه يمكن تشوفوا على حساب واحد المعرض هنا اللي دوزتوه. هذاك المعرض فيه شخصيات كبيرة وزن ثقيل كانت دائما بجانب المغرب وكانت كتساند العائلة، وحنا كنوجدوا لهم في هذه المناسبة هذه واحد التكريم واحد التقدير لهذا النضال ديالهم. واحد العدد منهم راه غادرنا مع الاسف عدد اخر باقي، وهنا كنقولوا بانه الدعم الدولي والوطني هو مهم جدا من اجل ان المغرب يمشي في الطريق اللي خطاو الوالدين ديالنا. السمات والاستمراريه هي مساله اساسيه باش نبنيو ديك الدوله ديال الحق والقانون، دوله اللي كما قلت تكون فيها الكرامه الحريه والعداله، واللي ضحوا منها والشهداء واللي كانوا دائما متشبتين ديك المبادئ الساميه اللي كنتمنوا ان هذه الرساله كذلك اخرى هي للاجيال الحاليه والشابه والمستقبل باش يتذكروا بانه راه المغرب عرف واحد السنوات اللي صعيبه، وبانه كانوا مناضلين اللي ضحاوا كما قلت لك بنفوسهم وبمالهم من اجل هذه البلاد. خصهم ما ينساوهمش، خصهم يمشيو على الخطى ديالهم، وخصهم يدافعوا بشراسه ان البلاد تعرف الحريه والديمقراطيه وتحارب الافلاس من العقاب والرشوه والمحسوبيه من اجل كما قلت لك كرامه وعداله. عائله المانوزي صراحه كما قال سي عبد الكريم المانوزي عندما كتكون علاقه هو صراحه هذه المناسبه تكريم الحاج علي المانوزي. صراحه اعتز بهذا الحضور، يا معتزاز لانه كتربطني بالعائله ككل، يعني علاقة عائلية أولا، من بعدها كاين المقاومة، لأنه حنا كلنا عائلة ديال المقاومين، والوالد توراه كان مقاوم الحمد لله الحاج بالقاسم، وكان صاحب الحاج علي المانوزي كان صاحبه. وثانيا يعني هذا لقاء حبذا لو يتكرر عدة مرات، لأنه الذاكرة بنادم كينسى، باش على الاقل هاد الجيل ديال هاد اليوم يعرف المناضلين اللي دازوا في هاد البلاد والتضحيات اللي داروا الجسام، تضحيات جسام. واتمنى ذلك الذكرى العاشره ديال رحيل المناضل الحاج علي المانوزي عميد العائله. طبعا كننتهزوا هاد الفرصه هادي اولا باش نترحموا على جميع الشهداء من رفاق العائلة والأصدقاء العائلة وداخل العائلة أيضا. وهذه مناسبة أيضا باش نذكروا بأنه هذه محطة باش نعاود نطرحوا الأسئلة الحارقة حول كل الملفات العالقة المتعلقة أساسا بالاختفاء القصري، وأيضا كل ما يتعلق بالحقيقة، وأيضا بحتى جبر الضرر ديال العائلات المكلومة.